بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم سنتحدث حول السسبنشنز. السسبنشنز تعني المعلقات. أولا ما هو تعريف المعلقات؟ تعريف المعلقات pharmaceutical suspension are uniform dispersion of solid drug particles الذي هو التشتيت المتماثل لجزيئات دوائية صلبة في مسوغ، بمعنى تشتيت جزيئات صلبة في مسوغ سائل حيث الدواء يكون غير ذائب بشكل كلي. إذن هذا هو الشق الأول من التعريف، هذا هو الشق الأول من التعريف الذي هو المستحلبات الصيدلانية، هي عبارة عن تشتيت متماثل لجزيئات دوائية صلبة في مسوغ سائل حيث أن الدواء لا يذوب إذابة تامة، عكس المحلول حيث أن المحلول يلتقي مذاب ومذيب ويذوب المذاب بشكل كامل في المذيب. بينما في المعلقات نضع دواء أو نضع المذاب في مذيب، وهنا المذاب لا يذوب في المذيب، أو كما ذكرنا هنا الذي هو uniform dispersion، تشتيت غير متماثل لمادة صلبة أو لجزيئات مادة صلبة في المسوغ حيث أن الدواء لا يذوب إذابة تامة، أو بشكل آخر كما يقول هنا or a mixture of two substances one of which is finally divided and dispersed in the other بمعنى آخر إنه المذاب والمذيب هما عبارة عن خليطين من مادتين، واحد منهم الذي هو المذاب يكون متجزئا بشكل دقيق ومتشتت في الآخر. خلاصة الكلام إنه المعلق يحتوي على مذاب غير ذائب في المذيب. هناك there are أو كما يقول هنا يعني هناك نوعين من هذا المعلقات، هناك نوعين من المعلقات. المعلق الأول الذي هو نسميه colloidal suspension الذي هو المعلق الغرواني، وهنا تكون جزيئات المذاب بمقدار 1 نانومتر إلى 0.5 ميكرومتر، وهذا يسمى المعلق الغرواني. بينما المعلق الخشن وفيه الجزيئات تكون أكبر ويكون حجم الجزيء من 1 إلى 100 ميكرو مليمتر ميكرومتر. إذن المعلقات تقسم إلى قسمين، معلقات غروانية ومعلقات خشنة. المعلقات الغروانية تكون جزيئاتها صغيرة جدا وهذا هو نسبة قطرها، بينما المعلقات الخشنة هذه تكون جزيئاتها قطرها أكبر من الأول ويكون حجمها أو قطرها بهذا المقدار. طيب بعد ذلك السسبنشن، المعلق كما يقول هنا suspension of liquid droplets or fine solid particle in gas is called an aerosol. يعني أحيانا هناك المعلق لا يتعلق فقط أو لا يطلق على المواد الصلبة التي تكون في الحالة السائلة أو التي تشتت في الحالة السائلة، وإنما كذلك يطلق على المعلق للجزيئات السائلة التي تكون موجودة في حالة غازية، زي ما قال هنا قد تكون مثلا suspension قد يتكون من liquid droplets يعني قطيرات سائلة، أو أحيانا fine solid particles يعني قد تكون الجزيئات صلبة أو تكون عبارة عن قطرات سائلة وتكون معلقة في غاز، وهذا الذي نسميه الأيروسولز. الأيروسول الذي هو البخاخ، فالبخاخ هذا قد يحتوي على جزيئات صلبة دقيقة أو يحتوي على قطرات سائلة. إذن هنا المعلق بمعناه الواسع ليس فقط جزيئات صلبة في حالة سائلة، وإنما قد يكون جزيئات صلبة في حالة غازية
أو قطرات سائلة في حالة غازية، مثل على المعلق الذي هو البلد، الدم. الدم هو example is an example of suspension، يعني هو مثال للمعلق. طيب النقطة اللي بعدها the difference between solution and suspension، الاختلاف أو بين المحلول والمعلق. الاختلاف، ما هو الاختلاف أو ما هو وجه الاختلاف، الديفرنس بين المحلول وبين المعلق؟ أولا المحاليل، المحاليل هي عبارة عن وجود مادتين ممتزجتين بشكل كامل أو ذائبتين بشكل كامل، يعني مذاب ذابت ذاب المذاب في المذيب بشكل كامل. ومثال على ذلك عندما نضع السكر في الماء. إذا السوليوشن when the two substances are totally mixed، يعني حصل امتزاج كلي، أو زي ما أو كما يقول هنا completely solubilized أو مذاب بشكل كامل، هذا يدعى له السوليوشن. بخلاف السسبنشن لا يحصل امتزاج كلي أو لا يحصل إذابة، يعني في المحلول المذاب يذوب بشكل كلي في المذيب. وهنا كما يقول السوليوت الذي هو المذاب، وهنا السولفنت المذيب، يحصل ايه انه المذاب يذوب في المذيب، وهذا يكون يتكون عندنا ليه السوليوشن الذي هو المحلول. والمثال على ذلك الشوغر والماء يكونوا ايه محلول او اذابة تامة. وهذا المثال، هذا الشوغر وهذا الذي هو المذاب وهذا الماء الذي هو المذيب. هنا تلاحظ انه جزيئات السكر متشتتة أو ممتزجة بشكل كلي في جزيئات المذيب. إذا في حالة المحاليل نجد أنه المذاب يذوب بشكل كلي أو يمتزج بشكل كلي في جزيئات المذيب، بينما في المعلق العكس. هنا يحصل أنه المذاب لا يذوب في المذيب، وإنما يكون معلقا فيه، ولذلك سمي معلق. إذا السسبنشن when we mix substances، يعني عندما نمزج مواد، they stay in cluster، يعني تبقى هذه المواد طافية على شكل عقد أو على شكل عناقيد. We therefore say it is insoluble in water، ومن ثم نقول أن هذا غير ذائب في الماء. وقابلك مثال الذي هو الشوك الذي هو الطباشير، عندما يفتت ويوضع في الماء نجد أن الطباشير لا تذوب في الماء وإنما تبقى معلقة، وهذا نسميه له السسبنشن. إذن المعلق هو عبارة عن مادتين غير ممتزجتين، واحدة تتعلق في الأخرى. هنا يقول eventually the particle sink to the bottom، يعني حتى أحيانا أن الجزيئات هذه المعلقة قد sink، يعني تغوص إلى البوتوم، إلى قاع، إلى القاع. to form sediment، لتكون راسب، لتكون راسب. إذا هذا هو الفارق بين المذي بين المحلول والمعلق. هنا المثال أو هنا الشكل التوضيحي الذي هو الشوك طباشير، وهنا الماء. نجد إنه الطباشير كما ذكرنا تبقى معلقة وتكون كلستر، يعني عبارة عن عقد متعقدة في معلقة في المذيب. طيب ما هي الحاجة للسسبنشن؟ يعني need for suspension، need for suspension. لماذا نحن نحتاج إلى السسبنشن؟ نحتاج إلى السسبنشن أولا للأسباب التالية. أولا هناك أدوية عديدة، many drugs are not stable in solution، يعني هناك أدوية عديدة لا تستقر أو تكون غير مستقرة في الشكل في المحلول. هناك أدوية عديدة لا تبقى مستقرة في المحلول، لذلك تفضل أن يحصل لها تعلق أو تبقى معلقة حتى تحافظ على استقرارها الكيميائي. إذا many drugs are not stable، هناك أدوية عديدة لا تكون غير مستقرة في المحلول. So they suspended، يعني لذلك تتعلق. To maintain the chemical stability، يعني لكي تحافظ على استقرارها الكيميائي ومن ثم فعاليتها. الحاجة الثانية للمعلقات أنها تفضل أو كما يقول هنا it is desired to have
كنترول ريليز افكت، يعني تفضل لأن لها تأثير إطلاقي منظم، أو بمعنى أنها قد ربما تعطي مفعول طويل، قد تعطي مفعول طويل، ومن ثم نحصل على فعالية لفترة أطول، بخلاف المحاليل أو السوليوشن غالبا مفعولها يكون سريع. رقم 3، many drugs have bitter taste. هنا يعني هناك أدوية يكون لها طعم مر، bitter taste يعني طعم مر، and nauseous taste، وطعمه قد يعمل غثيان. So these drugs can be converted. لذلك هذه الأدوية يمكن أن تحول إلى شكل غير ذائب، ومن ثم تحول إلى معلق. إذن الهدف الثالث أو الحاجة الثالثة للمعلقات أن هناك أدوية لها طعم مر أو طعم يعني يؤدي إلى الغثيان، لذلك ممكن نحن نحولها إلى شكل غير ذائب، ومن ثم نعمل على إخفاء هذا الطعم المر أو الطعم المقيء. الحاجة الرابعة للمعلقات سهولة بلع هذه السوائل، سهولة بلع هذه السوائل الذي ease of swallowing liquid، يعني سهولة البلع لهذه السوائل والملائمة من أجل إيه؟ أن نحصل على جرعة مضبوطة، من أجل أن نحصل على جرعة مضبوطة. إذن هناك 4 أسباب للحاجة للمعلقات التي ذكرناها حاليا. الذي بعده الماركتد بريبريشن، الذي هي التحضيرات، تحضيرات المعلقة التي تسوق. ماركتد بريبريشن يعني التحضيرات التي تسوق من المعلقات. هناك تحضيرتين من المعلقات، في عندنا تحضير الأولى الذي هي ready to use يعني جاهزة للاستخدام، وتأتي على شكل سائل، وتأتي على شكل سائل يعني حقها الماء قد جاهز بين داخلها. الثاني الذي هو dry powders الذي هي الذي هي المساحيق الجافة، وهذه غالبا أمزجها بالماء حال الاستخدام. إذن في عندنا معلقات جاهزة للاستخدام الذي هي رقم 1، وفي عندنا معلقات غير جاهزة للاستخدام والذي تحتي على شكل مساحيق جافة ونضيف لها الماء أثناء الاستخدام. النقطة الذي بعدها، ما هي مميزات السسبنشن؟ Advantages of suspension، ما هي المميزات للأدفانتيكس؟ ما هي الأدفانتيك للسسبنشن؟ يعني ما هي المميزات؟ أول حاجة مميزات السسبنشن، Ensure some uniformity of dosing، الذي هو أن المعلقات تضمن التماثل للجرعة، تضمن التماثل للجرعة، بمعنى أنه عندما نحضر سائل يعني معلق نجد أنه الدواء متشتتا بشكل متماثل في السائل. الميزة الثانية، suspension are also chemically more stable than solution، يعني أن المعلقات أكثر استقرارا من المحاليل. الميزة الثالثة، suspension is an ideal dosage form، يعني المعلقات هي عبارة عن أشكال جرعية نموذجية جيدة يفضل استخدامها خاصة عند الأطفال، لأنه كما ذكرنا أنها تعطي فعالية لفترة أطول، بخلاف المحاليل فإن مفعولها قد يكون لفترة بسيطة. طيب الذي هي أنواع المعلقات، types of suspension. المعلقات تصنف إلى 3 مجموعات أو إلى 3 أنواع. في عندنا 1 oral administration suspension، معلقات تؤخذ فمويا. 2 external applied suspension، معلقات تؤخذ خارجيا أو تطبق خارجيا على الجلد. رقم 3 injectable preparation، الذي هي تحضيرات أو معلقات حقنية وتكون على شكل حقن. طبعا هذا الكلام الذي هو oral suspension، هذا الكلام اللي تحته ما نحنش مطالبين فيه. أيضا الاكسيرنال ابلايد سسبنشن غير مطالبين في الكلام الذي تحته، نكتفي فقط بالأنواع للمعلقات على أساس الاستخدام. طيب اللي بعده نمشي هنا. قانون ستوك هذا ما علينا منه، نطول أكثر،
نأتي هنا إلى أنواع المعلقات طبقا لسرعة الترسب. أنواع المعلقات طبقا لسرعة الترسب الذي هي types of suspension according to sedimentation rate، يعني أنواع المعلقات طبقا لمعدل الترسيب. تقسم المعلقات طبقا لمعدل الترسيب تقسم إلى قسمين. أول حاجة الذي هي folliculated suspension، المعلقات الملبدة، المعلقات الملبدة تسمى folliculated suspension. الثاني defolliculated suspension، المعلقات الغير ملبدة. إذا المعلقات الملبدة، وسنعرف ما هي المعلقات الملبدة، والثاني defolliculated suspension، المعلقات الغير ملبدة. طيب المعلقات الملبدة طبعا ممكن نحن نشوفها من خلال الرسمة الذي سنعرفها الآن بعد قليل، أو من خلال هذه المقارنة سنعرف ما هي المعلقات الملبدة والمعلقات الغير ملبدة. يعني هذا أول حاجة الفلكيوليتد سسبنشن، معلق ملبد. هنا ديفلكيوليتد سسبنشن، معلق غير ملبد. المعلقات الملبدة هذه ملبدة يعني متجمعة، بمعنى أنه المعلق قد يحصل أنه يتجمع بالأسفل ويبقى في المكان العلوي سائل. يعني لو في معانا مثلا معلق، بنجد أنه أحيانا قد يحصل أنه المواد الصلبة تتجمع في الأسفل وتسمى تلبد أو تجمع. أما المعلقات الغير ملبدة فتكون بهذا الشكل. بنشوف الآن المقارنة. أول حاجة، ما هو الفارق ما بين المعلقات الملبدة والمعلقات الغير ملبدة؟ أولا في المعلقات الملبدة نجد أن البارتيكلز فورم لوس أجريجيشن، يعني أنه الجزيئات تكون تجمعات للجزيئات، وتكون هنا لوس بمعنى لين، يعني تكون تجمع لين، وهذا التجمع اللين يمكن أن يزال من خلال الرق. إذا particles form loose aggregation، يعني الجزيئات تكون تجمع لين، ويدعى هذا التجمع أو هذا التلبد بالفلوكس الذي هو التلبد. بينما هنا الجزيئات particles exist as separate entities، يعني الجزيئات هنا تنفصل إلى قسمين، قسم علوي وقسم سفلي. القسم السفلي هذا يكون منفصل تماما عن الجزء العلوي. إذا particle exist as separate entities، يعني الجزيئات تتواجد بحالتين منفصلتين، حالة هذه العلوية وفيها جزيئات، وهذه حالة سفلية وفيها كذلك جزيئات. بخلاف هذا، هنا يوجد حالة سفلية فيها جزيئات، حالة علوية لا يوجد فيها جزيئات، وإنما يكون سائل صافي. إذا المقارنة الأولى إنه في عندنا في النوع الأول الجزيئات تكون تجمعات لينة وتدعى بالتلبد، بينما هنا الجزيئات تكون يعني نظامين منفصلين عن بعض وكلاهما يحتويان على جزيئات. طيب المقارنة الثانية، formation of sedimentation is fast، الذي هو التكون الراسب يكون سريع. تكون الراسب في الحالة هذه يكون سريع، يعني لو طرحت المعلق لفترة بسيطة نجد أنه حصل ترسب للجزيئات. بينما هنا تكون الراسب يكون بطيء، يعني يحصل مع طول الوقت. المقارنة الثالثة، rate of sedimentation is very high، الذي معدل الترسب يعني يكاد يكون يشبه النقطة الأولى، معدل الترسب سريع جدا، هنا معدل الترسب بطيء جدا. هنا الحاجة الذي هي حلوة في هذا الفولكيوليتد، نو كيك فورميشن، يعني لا يتكون كتلة صلبة، لا يتكون كيك يعني حاجة متجمعة، نو كيك فورميشن، لا تتكون كتلة صلبة، بينما هنا يتكون كتلة صلبة الذي هارد كيك فورميشن، تتكون كتلة صلبة الذي هذه بالأسفل، هذه عبارة عن hard cake formation لا تزول بالرق، بينما هذه الكتلة الذي بالأسفل هي ليست صلبة، وإنما زي كما ذكرنا لوس لينة، سهل عند الرق يمكن أن يعود الانتشار للجزيئات في كل
المعلق، بينما هنا عندما نرق لا يتحول هذا أو لا يتشتت هذا الجزء السفلي في بقية السائل. إذا no cake formation في النقطة الأولى في الفولوكيليتد، هناك hard cake formation. وطبعا نحن دائما نفضل الفولوكيليتد، يعني لو سألناك ما هو أفضل الفولوكيليتد سسبنشن أو الديفولوكيليتد سسبنشن، بتقول لي الفولوكيليتد سسبنشن هو الأفضل لأنه لا يكون كتلة صلبة في الأسفل. النقطة اللي بعدها من حيث المقارنة، السيديمنت إز ريدسبيرسد يونيفيرملي، يعني الراسب يعاد تشتيته بشكل متماثل باي شيكينج، بواسطة الرق، باي شيكينج ذا كونتيرن، يعني بواسطة رق العلبة. And accuracy of dose is maintained، ومن ثم الدقة في الجرعة تكون نستطيع أن نحصل على دقة في الجرعة. هنا العكس، redispersion الذي هو إعادة التشتيت is not possible، يعني لو رقيتها لا يمكن أنك تعيدها كما كانت أثناء الرق، يعني لا تعود إلى شكل متماثل، ومن ثم لا نحصل على جرعة مضبوطة. النقطة اللي بعدها، some flocks stick to wall of the container، يعني بالحالة الفلوكيوليتد بنجد انه بعض هذه الجزيئات التي تجمعت قد ربما ستيك تلتصق بجدار الحاوية، بينما هنا لا تلتصق لانها اصلا تكونت كتلة صلبة متجمعة مع بعضها مع بعض ولا تلتصق بجدار الحاوية. الذي بعده انه الذي suspension is not pleasant، يعني غالبا يكون المعلق شكله غير جيد، والسبب انه تكونت تو سيبريت لايرز، تكونت طبقتين منفصلتين، واحده وان اوف سبارتنت كلير كونتينوس فيز، يعني واحده في الاعلى تكون نقيه والاخرى في الاسفل تكون مترسبه، لكن كما ذكرنا ممكن هذا الترسب يزال من خلال الرق. اما هنا فنجد انه الشكل للديفلوكيوليتد صح يكون is elegant، بمعنى انه يكون رائع، لكنه هذا الشكل الرائع رائع بالمنظر ولكنه غير رائع من حيث الاستخدام، لانه كما ذكرنا انه الجزء السفلي يبقي تيوربيد معكر، ومن ثم يعني يظهر كتلة متصلبة في الاسفل. اذا هذا المقارنة بين الفلوكيوليتد والديفلوكيوليتد. اذا لو قلنا ما هو الفلوكيوليتد، نقول الفلوكيوليتد سسبنشن هو معلق متلبد يحتوي على هذه الصفات، ونحن غالبا في المجال الصيدلاني نفضل الفلوكيوليتد للأسباب التي ذكرناها هنا في الجدول. أما الديفلوكيوليتد فنحن لا نفضله لأنه كما ذكرنا يعني غالبا يعني المعلق يظل صلب ولا يتشتت ولا نستطيع أن نعيده كما كان قبل الاستخدام. طيب هذا عبارة عن معلقات، هذه فلوكيوليتد وهذه نان فلوكيوليتد، هذه فلوكيوليتد وهذه دي فلوكيوليتد. تشوف الطبقة العلوية الذي هي سوبرنتنت يعني الطبقة العلوية. في حالة الفلوكيوليتد الطبقة العلوية تكون صافية، بينما الطبقة السفلية مترسبة، لكن الترسب هنا كما ذكرنا ليس صلب وإنما loose aggregation، بمعنى لين، من السهل إن احنا نرق ويعاد الانتشار. هنا تلاحظ بالديفلوكيوليتد هذه الطبقة العلوية فيها جزيئات، والطبقة السفلية هذه الذي هي فيها الترسب. هنا الراسب هذا السفلي لا نستطيع أن نعيد تشتيته مرة أخرى لأنه يتحول إلى hard cake aggregation، يعني تجمع خشن جدا ولا نستطيع إعادته أو تشتيته مرة أخرى. تمام، إذن لو سئلنا مرة أخرى ما هو الأفضل في حالة الفلوكيوليتد والديفلوكيوليتد، نقول الفلوكيوليتد هو الأفضل للأسباب التي ذكرناها سابقا في المقارنة. طيب بعد ذلك نأتي إلى حاجة اسمها formulation additives، يعني ما هي المواد المضافة
في التركيبة، ما هي المواد المضافة في التركيبة الذي سميناها formulation additives، يعني المواد المضافة في تركيبة الـ suspension، في تركيبة المعلق. نكتفي فقط بذكر الأسماء. أول حاجة نضيف، يعني المواد الذي نضيفها بجانب الدواء، طبعا نحن على أساس أنه المواد الرئيسية الذي هي الدواء. المواد التي تضاف غالبا للمعلق بجانب الدواء هذه، الذي رقم واحد folliculating agents، الذي هي عوامل التلبد، عوامل التلبد، وهذه they are used to control folliculation، يعني تستخدم لتنظيم التلبد في المعلق وتحافظ على توزيع الجزيئات في السائل. طيب ما هي المواد التي تستخدم كعوامل تلبيد؟ نكتفي فقط بالأسماء. The most commonly used، the most commonly used من إيش؟ من folliculated agent، الذي هي electrolytes، الذي هي عبارة عن مواد، يعني عبارة عن جزيئات أو مواد شوارد. الثاني الذي هو السرفكتانت، الذي هو عامل الشد التصحي. ثلاثة البوليمرز، الذي هي عديدات البلمرات. رقم اثنين من المواد اللي نسميها الاديتيفز للمعلقات، السسبندنج ايجنتس، الذي هي عوامل التعليق، عوامل التعليق، عوامل التعليق. طيب رقم ثلاثة من المواد التي تضاف إلى الفورميوليشن، الويتنج ايجنتس. رقم أربعة الويتنج ايجنتس، ونقصد بها عوامل الترطيب. رقم أربعة ديسبيرسينج ايجنت، الذي هي عوامل التشتيت. رقم خمسة البريزيرفيتيفز. إذا لو أتينا نسأل رقم ستة الأديتيفز، الذي هي المواد المضافة، وقد تكون هذه كولرز، عوامل يعني مواد ملونة، فلافورد عوامل نكهة، أند تاست، وعوامل إيه تعطي الطعم الجيد للمعلق. إذا نستطيع أن نقول أن هناك لدينا ستة مضافات أو formulation additives، أو ممكن نقول الأديتيفز، المضافات التي تضاف إلى المعلق، وهي هذه الأشياء الستة التي ذكرناها. النقطة الذي بعدها، الذي هي الباكينج والستوريج أوف سسبنشن، يعني كيف نعبي ونخزن، كيف تتم الباكينج التعبئة، وكيف يتم الستوريج للسسبنشن التخزين. أول حاجة رقم واحد should be packed in wide orifice containers، يعني يجب أن تعبى في أوعية لها أبواب واسعة، يعني الباب حقها، حق المعلقات يجب أن يكون واسع. ليش واسع؟ عشان نستطيع أن أثناء السكب يخرج بسهولة. وأيضا الحاجة الثانية أنه ما نجيش نعبي للباب، لا عند الغطاء، لا، لابد أن يكون هناك الديكويت اير سبيس، يعني أن تكون هناك مساحة هواء كافية فوق السائل، يعني لما نجي نعبي إلى تحت الباب، يعني إلى يكون هناك مسافة ما بين الغطاء وما بين السائل، يكون فيه هناك مسافة هوائية، تمام؟ من أجل إيه؟ سهولة الرق، عشان نعرف نرق بعدين. أما لو عبينا للباب ولا الغطاء ما نقدرش نجي نرق، ما لا يرق بشكل سهل. الشرط الثاني أو من الأشياء التي يجب أن ننتبه لها في حالة الستوريج should be stored in tight containers، يعني يجب أن تخزن في علب يعني محكمة ومحمية من ومحمية protected from، ومحمية من رقم واحد التبريد freezing يعني التثليج، والحرارة الزائدة، وأيضا الضوء. إذن رقم اثنين يجب أن نخزن الدواء في علب علب، هذه العلب يجب أن تكون محمية من البرودة الشديدة ومن الحرارة ومن الضوء. رقم ثلاثة من الشروط الذي يجب أن توضع أثناء التعبئة والتخزين، الذي هو لابد أن نضع ليبل لاصق، وهذا اللاصق مكتوب عليه check before use، يعني إيش؟ رق قبل الاستخدام، to ensure uniform distribution، من أجل ضمان التشتيت المتماثل للجزيئات الصلبة، ومن ثم الحصول على جرعة متماثلة وصحيحة، الحصول على جرعة متماثلة وصحيحة. طيب ما هي الأمثلة للمعلقات الصيدلانية الفموية؟ Example of oral pharmaceutical
suspension. أمثلة للمعلقات الصيدلانية التي تؤخذ عن طريق الفم. أول حاجة الأنتيسيأسيد أورال سسبنشن، معلقات الفموية المضادة للحموضة. اثنين، أنتيبكتيريال أورال سسبنشن، معلقات الفموية المضادة للبكتيريا زي الكوتري مكسازول. رقم ثلاثة، الدراي بودرز فور أورال سسبنشن، الذي هي المساحيق الجافة للمعلقات المائية مثل المضادات الحيوية التي تأتي على شكل بودر ونضيف لها الماء فيما بعد أثناء الاستخدام. رقم أربعة، أنالجيسيك أورال سسبنشن، الذي هي معلقات الفموية المسكنة للألم مثل الأيبوبروفين الموجود بالصيدليات. رقم خمسة، الأنثلمينتيك أورال سسبنشن، معلقات المائية الفموية المضادة للديدان، الذي هي مضادات الديدان الموجود بالصيدليات. أنتي كونفلزنت أورال سسبنشن، معلقات المائية الفموية المضادة للتشنج. سبعة، أنتي فنجل أورال سسبنشن، معلقات الفموية المعلقات الفموية المضادة للفطريات. بعد ذلك يعني هنا عندنا ميثود فور بربريشن. فور بربريشن هذه ليست عليكم، الذي هي طرق التحضير، إن شاء الله تكونوا قد أخذتموها في الصيدلانيات العملي. في الصيدلانيات العملي الانجريدينس اوف سسبنشن، الذي هي ذكرناها سابقا بطريقة أخرى، الذي هي ingredients of suspension، يعني المواد المكونة أو العناصر الموجودة في المعلقات، العناصر الموجودة في المعلقات، الذي هي الactive ingredients، المواد الفعالة وعوامل الترطيب وعوامل التعليق وعوامل التلبد والغرويات التي تعمل بروتكتيف حماية للمعلق والسويتنار المحليات والمواد الحافظة والبفر سيستم، الذي هي أنظمة الذي هي الأنظمة التي تحافظ على البي اتش أو على الوسط الحامضي للمعلق، وكلر ايجنت، عوامل التلوين وعوامل النكهة، والأنتي فوميك ايجنتس، الذي هي العوامل التي تعمل على تقليل يعني تساعد أو تمنع تكون انتفاخات أو تكون غازات داخل المحلول. وبهذا نكون قد أكملنا المحاضرة هذه، على أساس أنه نكتفي بهذا القدر، وبعدين نجي على فيما بعد على المستحلات.